السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنبدأ أول سكاشن العمل، أول سكشن معانا، وهو الديموغرافي. بإذن الله معانا 7 سكاشن، من ضمنهم الأوكيبيشنال هيلث اللي هو كان تبع النظر. طيب نبدأ بسم الله. أول سكشن معانا وهو الديموغرافي. يعني ايه ديموغرافي؟ كلمة ديموغرافي دي لما نيجي نقسمها هنقسمها لمقطعين، تمام؟ هنقسم كلمة ديموغرافي أو كلمة ديموغرافيا لمقطعين. إيه هما المقطعين دول؟ ديموس وجرافي، أو هي جاية من الكلمتين دول، ديموس وجرافي. طيب ديموس يعني إيه؟ ديموس يعني population، يعني سكان. طيب وجرافي يعني study. يبقى كلمة demography على بعض معناها population study، كلمة demography معناها population study. إذا معنى الكلمة إن أنا بدرس السكان، تمام؟ بدرس السكان. يبقى لما نقول تعريف للديموغرافي إن هو علم يختص بدراسة السكان، تمام؟ يختص بدراسة السكان، ويختص بدراسة التعداد السكاني اللي هو الـ Population Census اللي هنتكلم عنه دلوقتي بالتفصيل. كمان بيختص بدراسة التشكيل السكاني اللي هو الـ Population Composition، يعني بيختص بإن الـ Population أو التعداد السكاني اللي عندي ده، هل فيهم عدد الإناث فيهم قد إيه؟ عدد الذكور فيهم قد إيه؟ الذكور والإناث اللي موجودين عندي أعمارهم بتتراوح من فين لفين؟ تمام؟ عايز أعرف الناس اللي عندها سن معين قد إيه في البلد؟ الناس اللي عندها 10 سنين عددهم كام؟ الناس اللي عددهم 15 سنة عددهم كام؟ عايز أعرف المجتمع عندي ده قد إيه ذكور وقد إيه إناث؟ تمام؟ عايز أعرف التعداد السكاني بشكل عام. دي كلها حاجات بيختص بيها الديموغرافي، تمام؟ كمان بدرس التوزيع السكاني أو الـ Population Distribution، عايز أعرف الناس اللي ساكنة عندي دي، الناس اللي موجودة في البلد عندي دي ساكنة في أنهي مناطق من البلد. يعني دلوقتي أنا بعمل التعداد السكاني في مصر، فبشوف التوزيع السكاني، بشوف فيه كام شخص موجودين حاليا في القاهرة، كام شخص موجودين في سوهاج، كام شخص موجودين في أسيوط إلى آخره. يبقى الديموغرافيا بتدرس أي حاجة ليها علاقة بالسكان، وبتدرس كمان أعداد أفراد الأسر اللي بتبقى موجودة، يعني كل أسرة بتتكون من كام فرد. برضو بيكون عندي شوية معلومات عن الدخل الاقتصادي بتاع العائلة، وكمان الحالة الاقتصادية والحالة الاجتماعية بتاعة العائلات اللي باخد منهم التعداد السكاني. فيبقى الديموغرافيا أو الديموغرافي معناها population study، بقسمها لمقطعين، أو هي جاية من كلمتين، ديموس يعني population وجرافي يعني study. يبقى أنا بدرس السكان، بدرس أي حاجة ليها علاقة بالسكان، بدرس التعداد السكاني population census، بدرس التشكيل السكاني population composition، وبدرس التوزيع السكاني population distribution. طيب تعالى نتكلم عن الـ population census أو التعداد السكاني. التعداد السكاني دلوقتي أنا عايز أعمل تعداد سكاني في البلد، تمام؟ عايز أعمل تعداد سكاني في البلد، هعمل إيه؟ هعد كل شخص موجود في البلد، counting every person in country، تمام؟ يبقى أنا بعمل تعداد سكاني، بعمل تعداد سكاني، بمسك مواطنين البلد كلها وأبدأ أعدهم وأشوف أنا البلد دلوقتي فيها كام نسمة، البلد دي بيعيش فيها كام شخص، تمام؟ طيب ده هيفيدني في إيه؟ ده هيفيدني في إني أشوف النمو السكاني. يعني مثلا الـ Population Census اللي فات كنا إحنا مثلا 100 مليون مصري. طيب دلوقتي لما نيجي نعمل population census هنلاقي ان احنا 120 125 مليون. يبقى احنا من ال population census اللي فات لحد دلوقتي زدنا 25 مليون نسمة، فكده ده نمو سكاني كبير. بشوف الخطط تنظيم الأسرة اللي انا بعملها، هل انا الخطط اللي انا بعملها دي بتجدي ثمارها وبتؤدي النفع بتاعها ولا لا؟ هل دلوقتي لما انا طبقت خطط تنظيم الأسرة
هل التعداد السكاني قل عن الأول ولا لأ؟ أو هل يعني معدل التزايد بقى بيقل ولا لأ؟ فلو كان التعداد بيزيد والمعدل الزيادة بيزيد أو معدل الزيادة ثابت، يبقى كده الخطط اللي أنا بعملها ملهاش لازمة. لكن لو معدل التزايد كان بيقل مع الزمن، ده كده معناه إن خطط تنظيم الأسرة اللي أنا بعملها ليها فايدة. طيب الـ Population Census أو التعداد السكاني ده بيتعمل كل قد إيه؟ بيتعمل كل 10 سنين. تمام، يبقى التعداد السكاني بيتعمل كل 10 سنين. يبقى إيه هو الـ Population Census؟ Counting every person in country، بمسك كل مواطنين الدولة وببدأ أعد فيهم واحد واحد. يبقى بعد كل المواطنين اللي في الدولة، Counting every person in country. بعمل الـ Population Census ده كل قد إيه؟ كل 10 سنين. طيب البوبوليشن سنسس بينقسم لنوعين، التعداد السكاني بينقسم لنوعين، اما دي فاكتو واما دي جور. يبقى يا اما دي فاكتو يا اما دي جور. طيب تعالى نتكلم عن الدي فاكتو. الدي فاكتو ده مبدئيا هو اسهل بكتير من الدي جور. طيب الدي فاكتو بوبوليشن سنسس ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن إني بعمل counting لل all individuals in certain place irrespective to their usual reside. يبقى أنا دلوقتي بعمل تعداد في محافظة القاهرة، تمام؟ بعمل تعداد في محافظة القاهرة أو بعمل تعداد في محافظة الإسكندرية، تمام؟ التعداد ده أنا بعمله وقت الصيف. طيب في ناس جاية الإسكندرية تصيف، طيب تمام، أنا بعمل التعداد السكاني ده لمواطنين الإسكندرية. جاي بعد كل الأشخاص اللي موجودين في الإسكندرية في الوقت الحالي. طيب دلوقتي الناس اللي قاعدة في الإسكندرية من ضمنهم ناس من الصعيد، تمام، من ضمنهم ناس من الصعيد، هحسبهم معايا. أيوة بس هم أصلهم مش من الإسكندرية، هم من الصعيد مش من إسكندرية، برضو هحسبهم معايا. أنا هحسب أي حد موجود في البلد، من البلد مش من البلد، أنا هحسبه معايا، وهو ده الديفاكتو، وما بيبقاش دقيق بشكل كافي، وكمان بيبقى عرضة للأخطاء إن هي تحصل. يعني ممكن أعمل دوبليكيشن للفرد، يعني دلوقتي أنا بعمل تعداد في محافظة اسكندرية والشخص ده كان بيصيف هناك، قمت حسبته، الشخص ده روح بلده، جيت أنا أروح أعمل تعداد تاني في بلده قمت حسبته تاني، فأنا كده الشخص ده اتحسب معايا مرتين. كمان ممكن إن هو ما يتحسبش من الأساس، إن دلوقتي هو ساكن في البلد بتاعته، تمام، إن هو دلوقتي ليه البلد بتاعته وأنا رحت أعمل تعداد فيها، طيب هو ما كانش موجود في بلده فأنا كده ما حسبتهوش من الأساس، تمام، يبقى أنا رحت أحسبه لقيته مش موجود من الأساس، فكده أنا ما حسبتهوش خالص. يبقى الديفاكتو اني بحسب كل الناس اللي موجودة في مكان معين بغض النظر عن موطنهم الأصلي، بعد التعداد السكاني بعد الناس اللي موجودين في الإسكندرية بغض النظر انت من إسكندرية مش من إسكندرية هعدك معايا. يبقى وانا بعمل تعداد في محافظة القاهرة لقيت ناس من الصعيد، بحسبهم ضمن تعداد محافظة القاهرة بغض النظر عن موطنهم الأصلي. نظام الديفاكتو او الديفاكتو بوبوليشن سنسس ده بيتطبق فين؟ بيتطبق في مصر. يبقى الديفاكتو بوبوليشن سنسس ابلايد ان ايجيبت، وطبعا بيكون اسهل بكتير من الديجور. طيب تمام، ايه بقى الديجور؟ الديجور counting individuals according to their usual reside. يعني دلوقتي انا في محافظة اسكندرية، طيب جاي هعد السكان، في منهم من اسكندرية وفي منهم من الصعيد. طيب هل أنا أحسب بتوع الصعيد؟ لا، أحسب الناس اللي موطنها الأصلي اسكندرية بس، عشان أقول إن ده تعداد محافظة اسكندرية بحسب أعداد الناس اللي من اسكندرية بس. طيب الناس اللي من الصعيد بحسبهم تبع بلدهم، لما اجي اعمل تعداد في بلدهم بحسبهم من ضمن التعداد ده. يبقى لما اجي اروح دلوقتي اعمل تعداد لمحافظة اسكندرية، بشوف الناس اللي من محافظة اسكندرية بس، الناس اللي موطنهم الاصلي هو اسكندرية بس، الشخص ده بقى كان موجود في البلد مش موجود في البلد
هحسبه ان هو تبع تعداد محافظة اسكندرية او تبع تعداد محافظة القاهرة، لكن الديفاكتو بحسب الناس اللي موجودة في مكان معين، من هنا مش من هنا هحسبه. الديجور هحسب الناس اللي موطنهم الاصلي المكان ده، هو بقى موجود مش موجود هحسبه لان هو موطنه الاصلي المكان ده او المحافظة دي. يبقى هحسب تعداد الناس اللي موطنهم اسكندرية بس، او لما اجي اعمل تعداد لمحافظة القاهرة هعمل تعداد وهحسب الناس اللي موطنهم الاصلي هو القاهرة بس. لكن النظام ده ما بيتطبقش عندنا في مصر، اللي بيتطبق عندنا هو نظام الديفاكتو. طيب مين اللي بيطبق نظام الديجور؟ الولايات المتحدة الأمريكية. تمام، الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي بتطبق نظام الديجور أو الديجور بوبوليشن سنسس. يعني عدد ولايات أمريكا 50 ولاية. تمام، عدد ولايات أمريكا 50 ولاية. فأنا دلوقتي جاي بحسب التعداد السكاني بتاع نيويورك، هروح أشوف الناس اللي من نيويورك بس، هم دول اللي أحسبهم تبع التعداد بتاع نيويورك. طيب كان في ناس هناك من تكساس، كان في ناس هناك من أوهايو، لا أنا هحسب الناس اللي موطنهم الأصلي نيويورك بس. طيب تمام، uses of population census، ليه أنا بعمل تعداد سكاني أصلا وأتعب نفسي وأفضل ألف على البيوت وأشوف تعداد السكان وأنت عدد أفراد أسرتك كام وأقعد أحسب وأعد وألف على المحافظات؟ ليه أنا بتعب نفسي وأقعد أعمل تعداد سكاني؟ لأن التعداد السكاني ده هيفيدني في إيه؟ shows the population growth، بشوف معدل النمو السكاني. يعني التعداد السكاني أو عدد السكان اللي موجودين في البلد بيكتروا بمعدل قد إيه كل سنة. تمام، يبقى أشوف الناس دي بتكتر بمعدلات قد إيه كل سنة، وأبدأ أشوف الناس اللي بتزيد دي هيكون ليهم احتياجات. الأطفال اللي شغالة بتتولد دي جديد وبتنضم لمعدلات النمو السكاني دي هتكون محتاجة تتعلم، محتاجة مستشفيات، محتاجة مدارس. فيبقى أنا بدرس النمو السكاني عشان أشوف قد إيه أنا محتاج أبني مدارس جديدة ومستشفيات جديدة عشان تقدر تكفي احتياجات السكان اللي عمال يزيد عندي ده. كمان evaluate family planning programs، ببدأ أقيم البرامج بتاعة تنظيم النسل أو تحديد النسل أو تنظيم الأسرة. ببدأ أشوف مثلا الدولة دي كان معدل النمو السكاني بتاعها بيزيد بمعدل 2 مليون شخص كل سنة مثلا. تمام، يعني كل سنة بيزيد عدد السكان اللي فيها بمعدل 2 مليون. يعني السنة دي كانوا مثلا 50 مليون، السنة اللي جاية هيبقوا 52 مليون. طيب تمام، أبدأ أعمل بقى خطط لتحديد النسل وتنظيم الأسرة، أخلي معدلات النمو السكاني بتاعهم ده يقل، لأن كل ما يزيد كل ما أحتاج أبني مدارس أكبر أكتر، كل ما أحتاج أبني مستشفيات أكتر إلى آخره. طيب الناس دي بقى عملت عليهم الخطط والبرامج بتاعة تحديد النسل، السنة اللي جاية لقيت إن معدل الزيادة نفس ال 2 مليون، يعني السنة دي 52 لقيتهم السنة اللي جاية 54، يبقى كده الخطط دي ملهاش أي لازمة وما فادتنيش بأي حاجة. طيب لقيتهم السنة دي 52 والسنة اللي جاية 53، يعني زادوا مليون واحد بس، يبقى كده خطط تنظيم الأسرة اللي أنا بعملها شغالة وكويسة وأكمل فيها. كمان calculate statistical rates اللي هم هنبدأ نتكلم عليهم في السكاشن الجاية، اني ابدأ اشوف بقى الفيرتيليتي ريتس والمورتاليتي ريتس والموربيديتي ريتس، ابدأ اشوف في قد ايه ناس في الدولة دي بتموت وفي قد ايه ناس في الدولة دي بتتولد كل سنة. طيب تمام، لما ابدا اشوف الحاجات دي، لما اشوف الناس اللي بتتولد كل سنه يبقى ده معدلات النمو السكاني والزياده السكانيه احاول اسيطر عليها بخطط تحديد النسل. طيب تمام، لقيت معدلات الوفيات بتزيد بشكل كبير سنويا، ده كده معناه ان مفيش رعايه صحيه كويسه، فابدا اني اشوف المشاكل دي وابدا اعالجها. يبقى ايه فايده البوبوليشن سنسس؟ shows the population growth، بشوف معدلات النمو السكاني، evaluate family planning programs، calculate statistical rates. طيب في أخطاء ممكن تحصل أثناء ما أنا بعمل الـ population census ده،
في ايرورز ممكن تحصل وانا بعمل البوبيوليشن سنسس. طيب الايرورز دي ممكن تبقى في حاجتين، يا اما تبقى في النمبر يا اما تبقى في الداتا. ازاي تبقى في النمبر؟ زي ما قلنا، زي ما بيحصل في الديفاكتو، اني نوت كاونتنج individuals ات اول. دلوقتي الشخص ده موطنه الاصلي سوهاج، انا رحت اعمل تعداد سكان المحافظة سوهاج. طيب الشخص ده ما كانش موجود في سوهاج في الفترة الحالية، الشخص ده كان بيصيف في اسكندرية. طيب جيت اعمل تعداد، لقيت ايه؟ لقيت ان هو مش موجود، قمت ما عدتهوش خالص مع الناس. يبقى انا كده في واحد نقص مني من التعداد السكاني. طيب ممكن duplication of individuals. دلوقتي الشخص ده كان بيصيف في اسكندرية، كان بيصيف في اسكندرية، أنا رحت عملت تعداد سكان محافظة اسكندرية، رحت عديت وسطه. طيب تمام، الشخص ده قضى الفترة اللي هو قاعدها هناك وبعد كده رجع بلده، رجع بلده سوهاج مثلا، قمت أنا رجعت رحت أعمل تعداد سكان محافظة سوهاج، الراجل ده كان رجع، قمت عديته تاني، يبقى كده الشخص ده اتعدى مرتين. يبقى الأخطاء اللي ممكن تحصل إن الشخص يتعدى مرتين أو ما يتعدش خالص. يبقى الأخطاء اللي ممكن تحصل في العدد إن الشخص يتعدى مرتين أو ما يتعدش خالص. طيب ممكن تكون أخطاء في الداتا ذات نفسها، يعني مش إن أنا عديت غلط، لا ده في الداتا ذات نفسها. طيب أخطاء الداتا دي ممكن تحصل بسبب إيه؟ ممكن تحصل بسبب untrained data collector، يعني الشخص اللي انا موكله يجمع لي الداتا دي شخص غير خبير وغير متمرس، ما عندهوش الاكسبيرينس الكافية ان هو يعمل كوليكشن للداتا، فما بيقدرش ان هو يسجل البيانات بشكل صحيح، ما بيعرفش ان هو يرتبها بشكل صحيح، فبيلخبطهم، بيحط ارقام مكان ارقام وبيحط محافظات مكان محافظات، وبيبدأ ان هو يعك في الارقام. فيبقى ده بسبب ان هو untrained data collector، شخص بيجمع بيانات مش متدرب، مش متدرب ومش متمرس، فهو قاعد بيجمع الداتا غلط، قاعد بيرتبهم بشكل غلط، ما بيحسبهمش بشكل صح، ممكن يكون هو ذات نفسه ما بيحسبش كويس. طيب ممكن يكون الشخص اللي انا موكله بتجميع الداتا ده يكون شخص متمرس وشخص كويس وفاهم وبيعرف ان هو يجمع البيانات وينظمها ويظبطها ويديني معلومات وافية وصحيحة، لكن ممكن يكون العيب في الناس، people unaware of the importance of the population census، يعني ناس ما عندهاش الوعي الكافي بأهمية التعداد السكاني، فما بيرضاش يديك معلومات كاملة أو صحيحة. دلوقتي أنت بتروح تخبط على باب الشخص ده تقول له إحنا من منظمة التعداد السكاني، عايزين إن نعرف حضرتك دلوقتي عندك كام فرد في أسرتك. هو بقى إيه، راجل مكبر دماغه منك وعايز يمشيك وخلاص، هو ما عندهوش الوعي الكافي بأهمية البوبيوليشن سنسس ده، وإن التعداد السكاني ده شيء مهم للدولة والدولة بتستفاد بيه، هو ما عندهوش الوعي ده، فما بيرضاش إن هو يتعاون معاك، يا إما مش هيرضى يديك إجابة خالص، هيقول لك أنت مالك أنا مش عايز أقول لك عدد أفراد أسرتي كام، يا إما هيديك معلومات غير صحيحة، هيقول لك مثلا يبقى هو مثلا مخلف 5 أطفال، يقول لك أنا عندي طفلين، عندي طفل انا ما خلفتش اصلا. تمام، فيبقى يا اما خلل من الشخص اللي بيجمع الداتا نفسه غير متدرب، يا اما الناس اللي انت بتجمع منهم الداتا ما عندهمش الوعي الكافي باهميه البوبوليشن سنسس، فما بيرضوش يتعاونوا معاك، ما بيرضوش يدوك معلومات كامله، ما بيرضوش يدوك معلومات صحيحه. طيب عندي حاجه بعد كده اسمها الاستيميتد بوبوليشن او الانتر سنسس سيرز، بيكون في الانتر سنسس ييرز. يعني ايه؟ دلوقتي انا بعمل تعداد سكاني زي ما قلنا، امتى بعمل كاونتنج لافري بيرسون اوف ذا كونتري؟ افري 10 ييرز، كل 10 سنين. يعني انا مثلا لو عملت تعداد سكاني 2010 عملت واحد تاني في 2020، طيب من سنة 2010 لحد 2020 انا عايز اعرف التعداد السكاني اللي موجود في سنة معينة، عايز اعرف التعداد السكاني اللي موجود في سنة 2013 مثلا، هل هفضل اروح اعمل التعداد السكاني من اول وجديد وافضل الف على المحافظات
كل لما اعوز اني اعرف التعداد السكاني في سنه معينه افضل اني الف عن المحافظات واعمل البوبيوليشن سنسس تاني، وده بيكون مكلف ومتعب وبياخد وقت ومجهود كبير، تمام؟ فانا عندي طرق اني اعمل استيميتد بوبيوليشن، تقدير لعدد السكان اللي عندي. دلوقتي انا لما بعمل بوبيوليشن سنسس بيبقى عندي رقم اكيد، ببقى عارف ان التعداد السكاني للبلد السنه دي هو الرقم ده بالظبط. طيب وسط السنين بقى، يعني انا دلوقتي مثلا في 2010 انا عارف ان تعدادنا 100 مليون، في 2020 انا عارف ان تعدادنا 120 مليون، طيب في 2013 بالتقدير كده بالتقريب انا هقول ان عددنا كان مثلا 107 مليون، 106 مليون، 105 مليون، ايا يكن، تمام؟ هبدأ اقول تقدير، اقول بالتقدير كده ممكن نكون في 2013 عددنا كده. فيبقى الـ estimated population اني بحسب تعداد السكان التقديري ما بين سنوات السنسس، يعني التعداد بيتعمل سنة 2010، اتعمل سنة 2020، انا عايز اعرف مثلا التعداد السكاني في سنة 2016، في سنة 2013، هل هقعد اعمل population census من جديد؟ لا، هستخدم الاربع طرق دول، هستخدم الاربع طرق دول. ايه هما الاربع طرق دول؟ الاربع طرق هما الناتشورال انكريز، الارثمتيك ميثود، والجيومتريك ميثود، والجرافيك ميثود. الناتشورال انكريز، الارثمتيك، الجيومتريك، والجرافيك. طيب الناتشورال انكريز ده بعمله ازاي؟ بعمل حاجه اسمها كرود بيرث ريت، هنتكلم عنهم في السكاشن اللي جاي. كرود بيرث ريت هو اني بحسب تعداد الاطفال المواليد الجديده السنه دي. يعني دلوقتي انا عايز احسب الاستيميتد بوبيوليشن بتاع 2013. طيب في 2013 عملت التعداد، عايز اعمل استيميتد بوبيوليشن يعني، فقمت جيت احسب معدلات المواليد في سنه 2000 لحد 2013، من 2010 لحد 2013، يعني من سنه 2010 لحد 2013 في كام طفل اتولد. طيب جيت احسبهم، لقيت ان مثلا في الثلاث سنين دول في 5 مليون طفل اتولدوا، تمام؟ 5 مليون طفل اتولدوا ناقص الكرود ديث ريت. هاجي اعمل تعداد للوفيات من 2010 ل 2013، لقيت ان من 2010 لحد 2013 في مثلا مليون شخص ماتوا، يبقى كده عندي 5 مليون شخص اتولدوا ومليون شخص ماتوا، اطرحهم من بعض يبقى الزيادة الكلية او المحصلة 4 مليون، 4 مليون نسمة زيادة، وازودهم على اللوست بوبيوليشن سنسس. مش انا قلت لك ان ممكن لما عملنا البوبيوليشن سنسس 2010 لقينا ان احنا عددنا 100 مليون، طيب زودت عليهم معدلات المواليد من 2010 ل 2013، طرحت منهم معدلات الوفيات من 2010 ل 2013. طيب تمام كده عرفت، لما طرحت منهم معدلات، لما زودت عليهم معدلات المواليد وطرحت منهم معدلات الوفيات وجمعتهم على اللاست بوبيوليشن سنسس، كده انا عرفت تعداد الناس السنه دي، تمام؟ عرفت التعداد السكاني بالتقريب السنه دي من غير ما اعمل بوبيوليشن سنسس كامل، لا انا بس جبت عدد المواليد الجديده في الثلاث سنين اللي فاتوا، نقصتهم من معدل الوفيات وزودتهم على اللوست بوبيوليشن سنسس. يبقى احنا كنا 100 مليون، في خلال الثلاث سنين دول اتولد 5 مليون، مات مليون، يبقى المحصله 4 مليون، يبقى احنا السنه دي بالتقدير كده عددنا 104 مليون. ده هو الناتشرال انكريز او او طريقه الزياده الطبيعيه. دي اول طريقه من الاستيميتد بوبيوليشن او الحساب التقديري للتعداد السكاني. طيب عندي بعد كده الارثمتيك ميثود، الارثمتيك ميثود. طيب الارثمتيك ميثود دي ايه فكرتها؟ subtract the last two censuses and divide by number of years to get the growth in one year. يعني ايه؟ دلوقتي التعداد السكاني في 2010 كنا كام؟ كنا 100 مليون. طيب في 2020 بقينا 120 مليون،
يبقى في خلال 10 سنين زدنا كم مواطن؟ زدنا 20 مليون، يبقى زدنا 20 مليون في 10 سنين. طيب يبقى كده أنا بزيد في السنة الواحدة كام؟ بزيد في السنة الواحدة أقسم ال20 على 10، هل أن إحنا بنزيد 2 مليون كل سنة؟ بنزيد 2 مليون كل سنة. طيب تمام، دلوقتي أنا عايز بناء على العملية اللي أنا حسبتها دي، عايز أحسب تعداد الناس اللي هيكون مثلا سنة 2022. سنة 2022 دلوقتي أنا قلت لك بالتقدير إن إحنا كل سنة بنزيد 2 مليون. طيب من 2020 ل 2022 كام سنة؟ سنتين. طيب 2 في 4 4 مليون، يبقى إحنا بالتقريب في 2022 كنا 124 مليون. تمام؟ يبقى أنا كده حسبت التعداد السكاني بتاع سنة معينة بناء على آخر تعدادين سكانيين، طرحت الاتنين من بعض وقسمتهم على عدد السنين اللي ما بين التو سنسسز، وقلت بالتقدير احنا بنزيد بالمعدل ده كل سنة. يعني كنا في 2010 100 مليون، في 2020 120 مليون، يبقى احنا في خلال 10 سنين زدنا 20 مليون. طيب على 10 سنين يبقى احنا كل سنة بالتقدير كده بنزيد 2 مليون. طيب عايز احسب عدد التعداد السكاني في 2022، من 2020 ل 2022 كام سنة؟ سنتين. طيب تمام، سنتين في 2 يعني 4 مليون، زدنا بنزيد 4 مليون في السنتين. طيب في 2020 كنا كام على البوبوليشن سنسس اللي حسبناه؟ كنا 120 مليون، زود عليهم الأربعة التقديريين دول هتلاقى ان احنا بالتقدير كده 124 مليون. طيب الارثمتيك ميثود دي فيها مشكلة كبيرة، ايه هي؟ ان احنا بنفترض ان الزيادة السكانية كل سنة بتكون نفس الحاجة، وده طبعا غلط، لان ممكن السنة دي حصلت مثلا جائحة زي جائحة كورونا في 2019. طيب تمام، لما حصلت الجائحة دي كان في معدلات وفيات كتيرة جدا، فمعدلات الوفيات كانت أكتر من كل سنة. في سنة مثلا كان فيها معدلات المواليد كتيرة جدا غير كل سنة، فيبقى إن إحنا معدلات الزيادة ومعدلات النقصان بتختلف من كل سنة عن التانية. مشكلة الأرثمتيك ميثود ده إن أنا اعتبرت إن إحنا كل سنة بنزيد 2 مليون، مع إن في سنة ممكن نكون زدنا فيها 4 مليون، وبعد كده في سنة زدنا فيها مليون واحد، في سنة مات فيها 3 مليون، وفي سنة مات فيها 2 مليون. تمام؟ فدي مشكلة الارثمتيك ميثود. طيب في بعد كده حاجة اسمها الجيومتريك ميثود. الجيومتريك ميثود دي ليها سبيشال فورميلا، يعني طريقة معينة بتتعمل بيها ملناش دعوة بيها، لكنها the most accurate method، يعني هي أكتر طريقة دقيقة أقدر أحسب بيها الـ estimated population، لان هي بتتعمل بطريقه معينه وبيحسب لك ان كل سنه بيكون فيها معدل زياده سكانيه معين، وان كل سنه بيكون فيها تعداد مواليد معين وتعداد وفيات معين، يعني ما بيحسبش ان في كل السنوات نفس معدل الزياده. فيبقى الجيومتريك ميثود دي اكتر طريقه accurate، the most accurate method، اكتر طريقه فعاله واكتر طريقه دقيقه، وليها special formula، يعني طريقه معينه بتتعمل بيها. طيب اخر طريقه في الاستيميتد بوبوليشن معانا، وهي الجرافيك ميثود. ايه الجرافيك ميثود ده؟ اني بشوف كل بوبوليشن سنسس بعمله. دلوقتي انا عملت بوبوليشن في سنه 1990، عملت بوبوليشن سنسس سنه 2000، سنه 2010، تمام، سنه 2020. طيب لقيت ان احنا في 1990 كنا مثلا 60 مليون، طيب في سنة 200 70 مليون، في 2010 100 مليون، في 2020 120 مليون. طيب أقوم موصل النقط دي ببعض، فكده أنا بشوف معدل الزيادة السكانية في كل السنين عامل إزاي، يعني في كل الـ population censuses اللي عملتها عامل إزاي. هل أن الخط بيزيد؟ الخط بيعلى. تمام، فيبقى أنا كده رسمت جراف، رسمت رسم بياني فهمت منه التعداد السكاني عامل إزاي، أو هو بيزيد بوتيرة عاملة إزاي.
يبقى draw lines between each successive census، برسم خطوط ما بين كل تعداد سكاني عملته، وببدأ إني أشوف من وسطهم التعدادات السكانية في وسط السنين عاملة إزاي. ببدأ أشوف التعدادات السكانية من وسط السنين عاملة إزاي. يعني دلوقتي عايز أشوف التعداد السكاني مثلا في سنة 2009، أقوم جاي واخد خط هنا من الرسم البياني وأشوف الرقم اللي طلع عندي. عايز آخد التعداد السكاني في سنة 2019، أقوم واخد خط من الخط البياني اللي أنا رسمه وأبدأ أشوف التعداد السكاني في السنة دي كان كام. طيب ميزة بقى الجرافيك ميثود إن هو كان expect population in the future، يعني هو الرسم البياني ده يقدر يتوقع لي التعداد السكاني في المستقبل هيبقى قد إيه، لأن أنا دلوقتي راسم الرسم البياني. الرسم البياني ده أنا شايفه كل 10 سنين بيزيد بطريقة معينة، وبيزيد بنفس الوتيرة، أو بيزيد بلوغاريتم معين. طيب يبقى من 2020 لحد 2030 هقدر أرسم خط يحدد لي بالتقريب أو يتوقع لي إحنا في 2030 هيبقى تعدادنا قد إيه. يبقى ميزة الجرافيك ميثود، ودي مهمة جدا وبتيجي في أسئلة كتير، إن هو كان expect population in future. الجرافيك ميثود هو الطريقة اللي تقدر تتوقع لي التعداد بتاعنا في المستقبل هيبقى عامل إزاي. يبقى الجرافيك ميثود إني برسم خطوط ما بين كل السنوات اللي انا عملت فيها سنسسز، وببدا اشوف السنه اللي انا محتاج اعمل فيها الاستيميتد بوبيليشن. وكمان ميزه الجرافيك ميثود ان هو بيقدر يتوقع او يتنبا بالتعداد السكاني هيبقى كام في المستقبل. يبقى الاستيميتد بوبيليشن بحسب بيه ايه؟ بحسب بيه البوبيليشن سنسس، او بحسب بيه التعداد السكاني في الانتر سنسس ييرز، يعني ما بين السنسسز. ايه هم الاربع طرق اللي بحسب بيهم الاستيميتد بوبيليشن؟ ناتشرال انكريز، كرود بيرث ريت، ماينس كرود ديث ريت، بلس لاست بوبيليشن سنسس. طيب الارثمتيك ميثود بطرح اخر 2 سنسسز من بعض، بقسمهم على عدد السنين وببدا اضربهم في عدد السنين اللي انا محتاج اعرف التعداد السكاني فيهم. طيب بعد كده الجيومتريك ميثود دي اكتر طريقة دقيقة، والجرافيك ميثود ان هي بتقدر تتوقع او تتنبأ بالتعداد السكاني في المستقبل. طيب بعد كده عندي حاجة اسمها البوبيوليشن بيراميد او الهرم السكاني. ايه فايدة الهرم السكاني ده؟ فايدة الهرم السكاني ان هو بيوريني البوبيوليشن كومبوزيشن او التشكيل السكاني، بيوريني الايج والسكس. يعني دلوقتي ده الهرم السكاني او البوبيوليشن بيراميد بتاع مصر سنة 2020، ده التعداد السكاني بتاع مصر سنة 2020. طيب تمام، بص المعلومات اللي بيديهاني البوبيوليشن بيراميد، بيديني معلومات عن التشكيل السكاني. دلوقتي الاطفال اللي عمرهم من 5 ل 9 سنين، كده انا عرفت ان الاطفال اللي عمرهم من 5 ل 9 سنين ده تعدادهم كلهم على بعض يعني في حدود 12 مليون. هل ان في منهم تقريبا 6.2 ذكور و5.8 اناث؟ يبقى انا كده عرفت قد ايه سكان او كام شخص سنه من 5 ل 9 سنين، عرفت قد ايه منهم ذكور وعرفت قد ايه منهم اناث. سن من 50 ل 54 سنة، هل ان التعداد السكاني تقريبا بتاعهم كلهم 6 مليون؟ هل ان فيهم ما تقريبا 3 مليون ذكور و3 مليون اناث؟ يبقى انا كده عرفت السن ده في كام شخص سنهم قد كده، يعني في كام شخص موجودين في البلد كلها سنهم من 50 ل 54، وعرفت كام واحد منهم ذكور وكم واحد منهم اناث. طيب البوبوليشن بيراميدز لما باجي اعمله بلقى ان في اختلاف في الديفلوبينج كونتريز او الدول الناميه عن الدول المتقدمه او الديفلوبد كونتريز، بل ان في اختلاف في الشكل بتاع الهرم او في الشكل بتاع البوبوليشن بيراميد في الدول الناميه عن الدول المتقدمه. بلا ايه؟ بلا ان البوبوليشن بيراميد
في الدول النامية زي مصر؟ هل ان الهرم ده ليه قاعدة كبيرة، ليه وايد بيز؟ ليه وايد بيز؟ بسبب عدم تنظيم الأسرة، ان احنا بنخلف اعداد كتيرة جدا، تمام، بنخلف بمعدلات كبيرة جدا كل سنة، عدد مواليد كتير، عدد مواليد كتير بسبب عدم تنظيم الأسرة. يبقى ليه وايد بيز، ليه قاعدة كبيرة عشان معدلات المواليد الكتير. طيب بلا ان هو ليه نارو ايبكس، نارو ايبكس او بوينتد او بوينتد او تيبرنج ايبكس، يعني التوب بتاعته او القمة بتاعة الهرم بوينتد او حادة. ليه؟ لان هي عدد الناس اللي بتكون في السن الكبير بتكون قليلة، يعني تعداد الناس اللي سنهم من 85 ل 89 سنة قليل جدا، فده اللي خلى الهرم يديني الشكل الحاد ده. كل ما بطلع لفوق بلا ان عدد السكان في المرحلة العمرية المعينة دي شغال بيقل، فهو شغال يقل 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 لحد ما اطلع في نقطة، هل النقطة دي بقت نقطة حادة وابدأ اني انزل من عندها، تمام؟ يبقى بيكون ليه نارو ايبكس، نارو ايبكس او بوينتد ايبكس، بتكون التوب بتاعته حادة او القمة بتاعته حادة. يبقى ليه وايد بيز بسبب معدلات الوفيات الكتير، ليه وايد بيز بسبب معدلات المواليد الكتير، ليه نارو ايبكس بسبب ان مفيش عدد كبير من الناس بيكون سنهم في المرحلة العمرية دي من 85 ل 89. طيب بيكون ليه شورت بادي، يعني الجسم بتاع الهرم نفسه مش طويل، يعني الهرم الهايت بتاعه او الطول بتاعه مش كبير. ليه؟ لان احنا عندنا عدد وفيات كتير والناس بتموت بسرعة ومفيش منهم كتير بيقدر يكمل لمراحل عمرية عالية، يعني نادر جدا انك تلقى حد في مصر كتير عنده 90 سنة و100 سنة والارقام دي. لا، احنا غالبا بيكون اكتر سن الوفاة من 55 59 60 64، ده اكتر سن بتحصل فيه الوفيات، تمام. فعشان كده بتلقى البادي او الطول بتاع او الجسم بتاع الهرم نفسه قصير، تلاقي ان الهرم قصير بسبب ان احنا عندنا معدلات وفيات كتير ومفيش ناس كتير بتعيش لاعمار طويله. طيب ايه سبب عدد الوفيات الكتير؟ بسبب الرعايه الصحيه السيئه، مفيش رعايه صحيه كويسه لكبار السن، فبالتالي بيتوفوا بسرعه وما بيكملوش لاعمار طويله. يبقى احنا عندنا وايد بيس بسبب عدد المواليد الكتير، عندنا نارو ايبكس او بوينتد او تيبرنج، عندنا شورت بادي بسبب عدد الوفيات الكتير بسبب الرعايه الصحيه السيئه. طيب تعال نتكلم عن الديفلوبد كونتريز، الديفلوبد كونتريز اللي هي الدول المتقدمه. طيب الدول المتقدمه هل ان فيها عدد مواليد معقول؟ يعني بص، عدد مواليد ولا هو صغير قوي ولا هو كبير قوي، يعني بص القاعده بتاعتنا احنا عامله ازاي، بص البيز وايد ازاي، لكن هم البيز بتاعتهم معقوله، تمام، بسبب ان هم عدد المواليد عندهم بشكل معقول، لانهم بيطبقوا برامج تنظيم اسره سليمه، كل مثلا اسره بتخلف طفل او طفلين بالكتير وخلاص على كده، عندهم برامج تحديد نسل وبرامج تنظيم اسره سليمه، فمعدلات المواليد عندهم مش كبيره جدا. وكمان هل ان عدد الوفيات قليل، عدد الوفيات قليل بسبب ان هم عندهم رعاية صحية كويسة جدا لكبار السن، فالناس بتعيش لأعمار طويلة. عشان كده هلقى ان البوبوليشن بيراميد بتاع الديفلوبد كونتريز زي اليونايتد ستيتس اوف امريكا هلقى لي لونجر بودي، هلقى الجسم بتاعه اطول، تمام، هلقى الجسم بتاعه اطول، الناس بتعيش لمراحل عمرية طويلة. بص احنا لحد 95 و99 عندنا ناس لسه موجودة، لكن الهرم عندنا هنا بدأ يختفي من تقريبا 90 89 حاجة زي كده. طيب
يبقى بيكون في الديفلوب كونتريز ليه لونجر بودي، البوبيليشن بيراميد بيكون ليه لونجر بودي بسبب عدد الوفيات القليل. كمان بيكون ليه نيرلي بارالل ايدجز، نيرلي بارالل ايدجز، لان الناس هناك معدلات الوفيات مش كبيره، فالناس بتعيش مع بعض فترات طويله. يعني دلوقتي هتلاقي ان الناس اللي عايشه هنا هم الناس اللي عايشين هنا هم الناس اللي عايشين هنا، فبتلاقي ان البوبيوليشن بيراميد نفسه تحس ان الايدجز بتاعته او الحواف بتاعته بارلل متوازيه، بسبب ان مفيش معدلات وفيات كتير. لكن بص دلوقتي احنا معدلات مواليد كتير، طيب بعد كده بتبدا الاطفال ان هي تموت، تبدا الاطفال ان هي تموت، بتبدا الشباب ان هي تموت، بتبدا الشباب ان هي تموت، بتبدا كبار السن ان هي تموت، تمام؟ فيبقى عدد الوفيات كتير، ومع كل مرحلة عمرية في معدلات وفيات، فهتلاقي ان الشكل بتاعنا هرمي، الشكل بتاعنا هرمي. لكن هنا الحواف متوازية، الحواف متوازية، الناس اللي عايشين هنا هم الناس اللي عايشين هنا هم الناس اللي عايشين هنا، يعني ما بينقصوش، تمام؟ مع تقدم الزمن ما بينقصوش، لا هم بيفضلوا وعددهم بيساهم في البوبوليشن بيراميد، تمام؟ بيفضلوا موجودين ما بيقلوش. يعني احنا عندنا كانوا بيبقوا كتير تحت، بعد كده يقلوا 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 لحد ما نوصل للتوب بتاعة البيراميد. لكن هنا بسبب الرعاية الصحية الجيدة هتلاقي ان العدد موجود هنا وموجود هنا وموجود هنا وموجود هنا، هتلاقي ان التعداد السكاني ليه نيرلي بارالل ايدجز، ليه حواف متوازية. طيب زي ما قلنا ليه نورمال بيز، ليه قاعدة طبيعية بسبب عدد المواليد المعقول اللي مش مبالغ فيه، وهتلاقي ان ليه وايد ايبكس او فلات ايبكس. عندنا الايبكس كانت تيبرنج، تمام؟ تيبرنج او حادة جاية بالشكل المسنن او الحاد ده. لكن بص هنا التوب بتاعتهم هتلاقي ان التوب فلات، ان التوب يعني مسطحة مش حادة أو pointed أو tapering، لا هتلاقيها مسطحة بالشكل ده، تمام؟ هتلاقي إن الحافة بتاعتهم مسطحة بالشكل ده. ليه؟ بسبب إن في ناس في أعمار كبيرة بتفضل عايشة، يعني هتلاقي لحد 90 ل 94 و95 ل 99 في عدد ناس لسه عايش. لكن بص عندنا بسبب إن عدد الناس اللي في المنطقة دي قليل جدا فإداني الشكل الحاد ده، لكن هنا لسه في تعداد سكان عايش بسبب الرعاية الصحية الكويسة، فهتلاقي ان التوب او القمة بتاعة الهرم مش حادة او تيبرينج او بوينتد، لا هتلاقي ان هي وايد او فلات مسطحة. يبقى نقارن ما بين الديفلوبينج كونتريز والديفلوبد كونتريز في البوبيوليشن بيراميد. اول حاجه نقول ايه هو البوبيوليشن بيراميد، ده فائدته ان هو بيوريني البوبيوليشن كومبوزيشن الايج والسكس. طيب في الديفلوبينج كونتريز بيبقى عندي نارو ايبكس او بوينتد ايبكس، طيب في الديفلوبد عندي وايد او فلات ايبكس. طيب في الديفلوبينج كونتريز بيبقى عندي شورت بودي، لكن في الديفلوبد لونجر بوديز. الحواف هنا بتبقى بتقابل بعض وبتعمل شكل هرمي، لكن هنا نيرلي بارالل ايدج. ليه هنا لونج بادي وهناك شورت بادي؟ بسبب الرعايه الصحيه وعدد الوفيات هنا اقل من عدد الوفيات هنا. ليه هنا وايد بيز وهنا نورمال بيز؟ بسبب ان معدلات المواليد هنا كبيره بشكل كبير جدا عن الدول المتقدمه. كده نبقى خلصنا أول سيكشن من سكشن العملي، أتمنى أنكم تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرة أنه تجلس واحد وتعمل له عملية جراحية وأنك تؤلف أدوات خاصة لكل غرض أداة أبدع فيها المسلمون، وأول من كتب يعني أول ريكورد عندنا أو شيء مكتوب في تاريخ البشرية لوصف دقيق لآلات بالمئات آلات جراحية كان كتاب التصريف للزهراوي.